حكم المنطقة أنها منطقة زراعية رعوية. رعوية وحبوب. زراعية رعوية. زراعية رعوية. زراعة الحبوب. تتربى على وتربية الحيوانات. تتربى على 25,726 هكتار كمساحة كمساحة إجمالية. pour une superficie de 18,58 SAU مساحة فلاحية صالحة للزراعة. alors combien d'agriculteurs عندنا هنا في الدائرة؟ la دائرة عندنا 1577 entre privé et OAI. 577 فلاح فلاحين بوتنسيال في الحبوب شحال 20 من التيبيكاتور اللي ربوا الزريعه جينيرال منهم منهم سبن قبيل ومنهم سيد شحال عندك خدامه هنا عنده بول عنده تسعه خدامه عنده تسعه عامل دائمين 10 عنده لي بيرمانون بول بول 9 عنده موسمين في لا سيزون 2 هكتار ملكيه خاصه ملكيه خاصه 102 هكتار 24 هكتار دون اون واي واي عنده الواي هذه الحبوب حبوب عندك عليها العقد عندي مرقل والله هذا هذا الفلاح على خاطر هو مش مرقل والله قول له رقل روحك سيد الوالي هو عنده ويلا بور 120 الحبوب واه ها عنده 120 لي روند خاصة عندك لي روندمون خرجوا لي روندمون على الهكتار عنده لي روندمون كي تكون بون اني عنده حتى لو بيك تاعو حتى ل 40 45 45 لو بيك 45 كان طول الهكتار العام اللي فات كانت شويه هنا ما درش لا بوان ليريغاسيون دا بوان ما درش يعني ساقي تكميلي لا ما كانش ما عندوش ما كانش الماء ما كانش الماء شويه ناقصه سيد الوالي خدمنا لك العام هذا كيفاش راه نظن على ربي يكون فيه ان شاء الله